وليه 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 دايرين لاباس عليكم صحتكم بخير نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي كيفكم حبايبي شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب طبعا نهار جديد وفيديو جديد ودعوا تسلم عليكم سلام والسلام باي باي خلاص صارت باي يلا دير بوسه بوسه يلا يلا مش عادي ودا تسلم بوسه يلا يلا اليوم فيديو مغاير على الفيديوهات ديالنا وانا طاحت لي واحد الفكره ليش طاحت لي هالفكره هاي لانه كنا بهالسيره من كم يوم على عذاب الحمل وعذاب المره يوم تولد ويوم ما بعرف شو قلت لها خلينا نجرب تجربه ونشوف هالشيء هذا معك حق انت ولا ما معي حق وانتوا اعطوني ما بعرف رح نجرب هالتجربه معاكم ورح تشوفوا معانا معاناه الحمل هل الراجل بيستحمل معاناة الحمل ولا هو باغي يشوف غير قالك تقول اما المعاناة داكشي الاحساس الداخلي ما يمكنش انت لا مش غتجربوا خلينا من الاحساس يعني بحال الردان والسخفه وزيد وزيد فم البسوليه المذاق ديال فمك ما كتبقى فيه حتى المذاق يعني اي ماكله كتجيك بحال هذاكشي كله الداخلي اكثر من تقول هو باغي يجرب قالك غير تقول الخارجي شنو الخارجي؟ الخارجي يعني الشكل الخارجي الفكرة ديالو خلينا نشوفوا هذا الفيديو فين يخرج المهم تعالوا معنا خلينا ننزل تحت السوبر ماركت حنجيب شغلة وانتوا معنا يلا هي الأولى مثلا تجري هي الأولى أجي شوف كتحل الباب شوف وفين أجي تخبى على مهند فين غادة فين غادة بوحدها هي الأولى كتمشي تجري والله ما عرفت اسال على الحلل كنزل على الزنقه شوف فين غادي تجري فين فين ها فين غادي تجري الحمد لله ما كاينش الدروج هنايا سادينهم ها اش يجي لهنا يجي لهنا شدها مهند شدها شدها انا حبيبي مين حبيبي يلا سرعت بابا سير سرعت بابا سير حبيبي ما بقاش تعقل عليك دابا حبيبي شوفوا قداش قلت لها خدي بطيخه صغيره بتاخد بطيخه كبيره ليك موقيني انت هيك شحال فيها من كيلو هذه هيك الولد بيكون عباره لا عباره هيك الولد بيكون هيك وزنه تقريبا لا لا مش انا اخذ وحده اصغر ولا شو رايك صافي خذ هذه خذ هذه يلا بناكلها بناكلها انا وبدها في الاخير شو عم تدق على البطيخه؟ لا قالت لي بطيخه عرفتي شنو يلا بدي ترعيك من غير طيحه لنا الارض نالك جيبي بطيخه كبيره صغيره يعني بزيت يعني شو توأم؟ توأم هذا؟ ده شو بدي؟ شو؟ شو بغيتي بطيخه؟ شو نقسموها هذا وناكلوها زلاده شو نقسموها ناكلوها؟ المهم الفيديو شو؟ معاناه الحامل معاناة الحمل شو؟ يحسوا بنا الرجال زعما يلا مهند بغى يحس بيا هات على ديك الفتره هو ما كانش حاس يعني ماشي 100% كنت حاسس بس ما في رجال في العالم بيحس هالاحساس هذا بصراحه داخليا مش خارجيا اليوم يصغر شويه قلت تقول بس الله يصلحك هلا بزمتك بحياتك شفتي طفل بيخلق عمره كم 10 كيلو هذه في 10 كيلو والله في 10 كيلو توأم شحال يكون فيها؟ توأم؟ كون هذا 3 كيلو 3 كيلو إذا كان نص 100 مزيان 6 كيلو؟ 6 يعني 6 كيلو وتماك دابا راه ما فكرت قيالة دوخة لا ردة هاد 10 كيلو يلا يلا يعني بدون دوخة بدون ردان وراجل بعدا كيفك تهز شوية فورسي العيال شوية كنكونوا طيب يلا خلي المهم هالبطيخة هاي جبنا للزيف حتلزق لي اياها على بطني هاي الولد بس الزيت مرفوض ايوه اوكي اوكي لا هيك هيك عشان تشد روح يلا بلاش ما تدخيش اصبر شوي حسيت بمعاناتنا هلا اش بان لكم نحكموا عليه يخرج بحال هكا لا والله ما اخرج اصبر خليل لا تلبس اول شيء كنزه شو عم تصورين شو عم
مهم هو سالة لصق الكريشة مزيان باش ما تسبقش الدلاحة. بس ما كنا متفقين هيك. متفقين ولا متفقينش؟ دابا دير الروتين اللي كديروا العيالات كامل اللي كيديروا في دارهم. ايوا حنايا كش كنديروا شتي نهار اللي قليتي الحوت وقلتي يا مهمتي ظهري. حنا كنقليو الحوت والمرأة حاملة وكتصيق وتغسل المواعنات وتجفف وتبدل الوليدات وتصيفط الوليدات للمدرسة ما شاء الله، وكل شيء كديروا تصيق الحمامات حاشاك وتصيق الارض وتهز الزربيه وتهز كل شيء. هادشي كديروا للمراه الحامل الله يكون ليها في العون، واي مراه كتشاهد الفيديو حامله الله يفك وحيلك بخير وعلى خير يا ربي، وان شاء الله تولدي بخير وعلى خير. المهم لا اي وحده حامله كتشوف هذا الفيديو. بس تعرفي شغله، اول شغله شوفي لو تعدي هيك وقفي شوي ظهرك يعني تحط ايدك هيك عبطنك حلو الشعور. حط كاس القهوة. كاس قهوة؟ حط كاس قهوة فوق. لا اول شغلة حنساويها بدنا نعتبر انه عندك ولد تاني وبدك تشيلي عم يبكي. شو بتسوي فيه؟ تعالي دهب. تعي دهب. هاتي هدول وقفي كيف هيك بوطوا؟ شوف كيفاش. اعطيني ها؟ تعي. يلا دهب جبت الماء من الكوزينة. تحبيبي يلا ايوه هم. لما بيكون عندكم ولد ثاني عادي تحطيه على بطنك عادي تحطيه على بطنك، شايفه استغلوا الفرصه بس بيكون بطنكم كبيره وعندكم ولد ثاني تحطوا الولد هيك صح. اخ بلش ظهري يوجعني. يلا زيد تغسل الماء. زيد شو؟ زيد تغسل الماء. يلا انزلي. كيف بدي انزل انا؟ ايوا حقق. لا وقفي تعالي. طيب هون هيك. اول شغله بدنا نروح نغسل المواعين. يلا سير. هيك تمشي لما تكوني حامله؟ هيك تمشي؟ حرام عليك والله العظيم. طيب مطبخ نظيف. ها مغسول نقي مقاد. شوفوا انتم الكوزينه ولكن راه جبد واحد الطبيسلات قال لك. طيب هما طبيسه هادو نقايه ولكن غير يدير تجربه بيهم. طيب تجربه ما انه واحد الوحده ويكون بطنها كبيره تشيلها هيك وتحطها هيك ما بتحس بالوجع. بدكم تشغلوا مخكم شوي. شو قال؟ العريف قال السيد العريف. يعني ممنوع تحط الكرسي هون؟ ودابا ما درتي حتى واحد. دابا بلاتي دابا دابا ما درتي حتى واحد. دابا كنتي عطيتها الهضره قال هضر الخاويه. طيب هو دير المواعن غسل المواعن وسيق الارض وداكشي دير داكشي الشق الاشغال الشاقه. خليك الارض عالي عالي. شنو؟ كيف يوصل لهون؟ وصل ايوا ما عرفتش كيفاش دير. شوف كيفاش غدير. ديباني راسك. وجبد بعدك الصابون. شفتي؟ جبت الصابون والحلفه اللي غدير بها. جبتها من لتحت. بس انا كنت نظف لك انا المكان. اشنو هو؟ كنت نظف لك الارض كنت. انا حاله خاصه، انا دابا كنهضر على العيالات اللي حاملين وكيشقاو في دارهم. انا كانت حاله خاصه ما كنتش كتشتيني كيفاش كنت، ولكن العيالات ما شاء الله عليهم راهم كيكونوا حاملات وكيشقاو. ماشي عليا انا، يعني انا كما قلتي راه شفتيني دوزتها كلها سبيطارات. يلا شقا دابا. يلا غسل المواعين وحيدي يدك غسل يدك. شو بطلت ظهري مجاه الولد عنده رفس ولو غير الهضره ما درتي حتى حاجه. هذه غسلهم بالماء بس ولا لازم صابون؟ صابون خاص صابون والحلفه ويلي. ما انت حال ما انت كنت تعملي لهم هيك خالص. عمرني ما درتهم هيك بلا ما تضحك عليا هذا مازال ما كاين. عمرني ما درت لهم هكاك. وانا بعدا كاين مني دازت هذيك الفتره الاولى كاع الصعيبه ملي قربت نولد بقى لي شحال شهر وكاك راني بديت كنشويه بدات كتحيد مني هذيك الغمه وديك الربان والدوران بديت كنغسل المواعن حتى انا شويه. والو فين الصابون؟ كيغسلهم بلا صابون بالماء. هاي صابون لا الصابون ما كاين الصابون راه كاين تحت. بس حط الكرسي على حط الولد بس ما بوصل مستحيل. ما في مره هيك بطنه كبيره كذا شيء. كاين اللي ما شاء الله اللي كتحمل بيت وام. اي العذاب ما بيكون اول الحمل بيكون اخر ست. لا 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 الحمل كله 9 اشهر كل شهر وببركته كل شهر وببركته. مهند انت راك ما تحطش على بنتي هي. كمل الماء باش تجفف تسيق. شو تجفف؟ الارض. تجفف المساحه. جفف الارض ما تبغيش
فينا الغداء وفينا العشاء ولا شي حاجه بغيتي دير زعما كاين كل هذا المره تسوي اه كدير العشاء والفطور والغداء والكاسكروت والعجينه والطبين والنشير تريح شويه انتوا الحاجه ما تريحوا شويه باقي ما دار والو باقي ما دار والو هاي غسلت صحنين خليني غسلت صحنين تعالي تعبت وي عولنا عليك بكري وي وي اخي بطني اخي دابا كنضحك يا حبيبي والله امك كانت تعذب فيك كثير امك كانت تعذب خلص خير كانت امك تعذب فيك كثير ايوه بصراحة اذا بصحنين اخ ليك قلبي صيدق بسرعة معقول والله العظيم قلبي صيدق بسرعة معقول الوزن ودابا التركه في كامل ما شاء الله في كامل في كامل القوات العقليه والجسديه اما الحامل المسكينه كتكون فيها السخفه فيها الردان معدتها سؤال هلا خلينا نشوف انه خلصنا من المطبخ نجي وقت النوم مثلا اذا انت بدك تنامي انت وحامل كيف تنامي يعني على الجنب يعني الجنب جنب حالك جنب ماشي حال بالنص كتنسى كتنسى النعسة على الكرش بعدا كاين بحال هكا يا جنب يا جبلة والمشكلة ملي تبغي تقلب بالجهة الثانية يو والله العظيم صعب تقلب تقلب بالجهة الثانية بس انت ما كنت تشد بايدك هيك صح؟ اه ويلي لا ما كنتش كنت ورا خاصك تجيب لي شي طوين كاع ديال الذهب ولا دبليج على هاد على هاد المعاناة اللي حسيتي عاد حسيتي بيا دابا خاصك تجيب لي شي دبليج مش حال هادي ما لا لا جد صعب اه اسمع اسمع واسمع دابا خليك من داكشي دابا دبليج كيفاش دبليج شو شتي المعاناة دابا حسيتي بيا ولا ما حسيتيش بيا دابا حسيتي بيا لسا ما سويت شي اه مازال ما درتي والو لسا ما سويت شي صبر شوي دابا اقول لي دابا كيفاش غات ملي تبغي تلبس صباطك لبس صباطك لبس صباطك شو لبس صباطك لبس صباط ايه شحاط ولا صباط صباط انك غادي خارج لبس صباطك هات شحاط ما شحاط لا لا صباط باش خاصك تجي وينو هذا ولا لازم تجيبه من تحت اذا مو موجود في فوق موجود ايه من تحت شوف لتحت اه شوف لتحت كيفاش غدير حتى تلبس بعدي 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 اخ وافي وين صباط اي صباط ايوا لبسوا لبسوا لازم لازم المراه تساعد زوجها تلبس الصباط صح ولا لا لا بس كيف لا لا ومن هنا واحد لازم الزوج يساعد مرته بلبس الصباط اذا خارجين اه لازم وافي جوي هي ما وصل لتحت مستحيل مستحيل لا 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 لا, لا, لا حاول حاول وقفي شوي والله العظيم ما بحسن مستحيل بابا ذهب تلبسين اذا عندكم اولاد استعينوا بالاولاد بلبسوكم وقفي شوي لا جد صعب مستحيل كل شيء قلتي عليه مستحيل حتى حاجه ما درتيها حتى يا عظيم ما نتايا كنا كنتي ما توقعت هيك يعني الوزن والحجم ما شاء الله كاين اللي كيمشيو للخدمه كيمشيو للخدمه كيخدموا برا وكيجيو لداخل يخدم يمشيو للخدمه كاين اللي ما شاء الله معلمه كاين اللي كتخدم في كل وحده فاش كتخدم والله ما شاء الله كاين اللي خدامه خدمه ديال تماره كتمشي تخدم وتجي الله يكون في العون وصافي علاش كيقول لك امك ثم امك ثم امك على قبل هاد المعاناة ثم ابوك ايه ايه هيك زبطو هاتك مشي شي حاجه ساهله ما دار والو من الصباح ما دار والو ما درتي والو لا هلا تجربه مثلا اذا مثلا وقع من ايدك شغله مثلا مثلا هي وقعت من ايدك مثلا وانت حامل بدك تجيبيها كيف بدك تجيبيها ايوه ضيباني راسك اه كيف بدك تجيبيها لازم تسطحوا على الارض تعملوا هيك الحركه هاي حركه وقفه وبتجيبوها وما حد فيكم تقوموا ما حد فيكم تقوموا لا 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 حمل نو 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 على قول والله العظيم صعب ما بعرف يا اما هي لانه الولد بطيخه بطيخه ثقيله يمكن
ماشي اللي قبل الثقيله. لا لا هي في بالليل انا ما كنت وصل عليا الليل والله العظيم كنحس براسي بحال مخنوقه ما تقدرش تطلع النفس وتهبط النفس وزايد على ذلك اش نقول صافي ما عندي ما نقول اسكت يعني المعاناه 9 شهور لا على اول 3 شهور ما بيكون اول 3 شهور اصعب اصعب فتره اصعب داخليا مش خارجيا داخليا انت باقي ما جربتيش داخليا لا بس مازال ما جربتيش انك تقيق ترد 10 المرات 6 المرات في النهار وانت كترد كترد في معدتك انت كان دلوعه كثير وحامل صعب معدتك خاويه وكترد غير في المرار في 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 حريم وحامل عادي بيجوا بيمروا عليهم هيك مثل شربت المي بس انت وحامك صعب شو اسوي لك لا تشبهيني اليك شبهيني بالجمع كعامه صح ولا لا؟ لا لا كلهم كلهم ما شاء الله كيديروا كيتعذبوا الامهات كاملين والله ما عرفت ما عرفت نكمل ودابا عطيت واحد الرساله زوينه الرجال اللي كيشوفوا يتفرجوا فيك دابا انهم يعاونوا عيالاتهم رسالتي لا انا هلا بعاونك ولا ما بعاونك؟ لا كنتي كتعاونني بصراحه كنتي كتعاونني كتجفف 24 ساعه بالنشفة لا لا عاونني بزاف بصراحه كان يجفف كان يغسل المعينات كان كل شيء كيدير هو ونتمنى انه صراحه يعني وجع ظهر وعرقت ما هو كل هذا بصير في ابن بالحريم وعادي نهار الولاده قصه اخرى نهار الولاده يعني نص ساعه بس جد تعب والله العظيم تعب ما عم جاملكم يعني ولي 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 دابا حماتي راه تفرج في هذا الفيديو انا عارفه غتفرج في هذا الفيديو دابا عطيها شي كلمه الامين لا شو ندير للامين ضروري تكون يتفرج يا امي الله يدخلك الجنه يا رب بالعذاب اللي تعذبتي يعني ولد واحد يعني انت بس ولد واحد وهيك كيف ما يكون ولد ورا ولد ورا ولد ما شاء الله الله يعينكم ما شاء الله عليها حماتي حماتي ولد ولدتهم امي وين جابت 6 7 ورب كما كيقولوا ورا بعضهم سنه كبروا مع بعضياتهم ما شاء الله الله يعطيها صحيحتها واش نقول لكم الوالدتي ديالي انا كانت كتمشي عرفتي مسافه ديال الطريق باش كتخدم وداك الشيء وتجي الله يسمح لينا من الوالدين وصافي امين يا رب والله يدخل امهاتكم الجنه الله يدخل مو امهات والله يدخل الحريم كله بالجنة على هالعذاب بس العذاب اللي تعذبته المهم هو راه ما دار والو دابا مهند شو ما دار والو ما درتي والو بركتي اي ما توقعت هيك فكرت شغلة سهلة انه عادي صحن بغسله بنظف بلبس شو اسمه عادي يعني ما توقعت انه الصعوبة هاي ايوه المهم مهند هو صاحب الفكرة قلت بغيت صح الفكره ليش ما قلت لك مثل ما قلناكم اول الفيديو كنا بنقاش انا ونواره من كم يوم على الحمل ومعاناه الحمل وموضوع هيك قلت لها عادي يعني امور سهله الحمل وهي بس بصراحه معها حق الله يكون بعونكم يا الحريم والله يدخلكم الجنه يا رب على عذابكم بس اللي بتعذبوا امين المهم الحبايب نتمنى تكون حسيتي بينا شويه شنقول المهم حبايبي مهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو فكرة الفيديو هي بس كانت مجرد انه واحد يعطي رسالة للناس للازواج انهم جد اعتنوا بزوجاتكم خصوصا وقت الحمل هاي شيء ضروري جدا وقت الحمل يعني بصراحة يعني جربت انا نص ساعة تعبت بقى ما بالكم انه 9 شهور يعني جد لكل رجال اعتني بزوجتك وقت فترة الحمل والله العظيم لأنه الله لا يدوقك وجع شو وجع الخارجي بتسدوا ظهري صار يوجعني والله العظيم صار يوجعني ظهري ماني قادرة اتحرك تعي نزلي لي هالولد وخلصيني خلينا ناكلها البوي والحبايب ان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف على القلب كيف العاده وتستناونا في فيديو قادم باذن الله ومع السلامه حبيبي